قرية أراندي وسحابة غاز الكلور القاتلة. أراندي من قرى عفرين الجميلة، حيث الطبيعة الخلابة على الجهة الجنوبية من وادي شيه، مطلة على سهل العمق من الطرف الشرقي قرب الحدود التركية السورية، على بعد 5 كيلومتر من ناحية شيخ الحديد و30 كيلومتر من مدينة عفرين. كانت تعج بالحياة إلى أن حلق طيران الاحتلال التركي واستهدفها بأبشع وسائل الحرب، دمر منازل أهلها وضربها في 16 من فبراير 2018 بغاز كلور، ما أدى لاختناق نحو 6 مدنيين بالغاز وفق تقرير المجلس الصحي للإدارة الذاتية السابقة. وبعد دخول الاحتلال التركي إليها، تم تسليم القرية لميليشيات الجبهة الشامية التي لم تترك انتهاكا إلا ومارسته على من تبقى من أهلها. استولت على حوالي 70 منزلا ووطنت 100 عائلة من ذويهم المستوطنين بعد نزوح معظم أهالي القرية. اتخذت من منزل عزيز عثمان مقراً عسكرياً. سرقة محتويات المنازل، مؤن، اسطوانات الغاز، أواني نحاسية، تجهيزات كهربائية وغيرها. وضعت يدها على حوالي 10,000 شجرة زيتون عائدة لخمسين عائلة مهجرة. فرضت إتاوات على مواسم من آثر البقاء على أرضه رغم كل الموبقات. ميليشيات الشامية هي صورة الاحتلال التركي. تعرض الأهالي على يدها لمختلف صنوف الانتهاكات، اعتقالات تعسفية، تعذيب وابتزاز وإهانات. ففي ديسمبر من عام 2020 اعتقلت العشرات من أهالي القرية وعذبتهم وفرضت غرامات مالية عليهم، ولا يزال مصير بعضهم مجهولا. تعمدت تغيير ملامح القرية، فقطعت المئات من أشجار الزيتون والأشجار الحراجية المعمرة بشكل جائر، عدا عن إضرام النيران أكثر من مرة في غابة جبل مزار سفردادة وجبل حسن كيل. كما قامت وبإشراف تركي بأعمال النبش والحفر لتل أرند الأثري بالآليات الثقيلة، بحثاً عن اللقى الأثرية لصالح الاستخبارات التركية، مسببة تخريباً في الموقع وتغييراً في معالمه بقصد تشويه تاريخ المنطقة وتحريف الدلائل وفقاً لمصالح الاحتلال التركي. ساهم معنا في توثيق انتهاكات الاحتلال التركي وميليشياته، وأخبرنا ماذا حل بقريتك؟